السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسئلة عن نبي الله موسى عليه السلام. لنبدأ، إلى أي سبط من أسباط يعقوب عليه السلام ينتمي موسى عليه السلام؟ الجواب: إلى سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام. ما اسم والد نبي الله موسى عليه السلام؟ الجواب: عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي. ما هو اسم أخت سيدنا موسى عليه السلام؟ الجواب: مريم بنت عمران، وهي ليست السيدة مريم أم عيسى عليه السلام، بل تشابههم في الأسماء فقط. من أكبر سناً، سيدنا موسى عليه السلام أم أخاه هارون عليه السلام؟ الجواب: هارون عليه السلام. أين ولد النبي موسى عليه السلام؟ الجواب: في مصر. في أي عام ولد سيدنا موسى عليه السلام؟ الجواب: في العام الذي قتل فيه فرعون كل مولود ذكر. لماذا كان فرعون يقتل الأولاد الذكور؟ الجواب: بسبب رؤيا رآها وفسرها المفسرون له بأن هلاكه سيكون على يد طفل يولد من بني إسرائيل. ماذا أوحى الله إلى أم موسى عندما خافت على ابنها من فرعون؟ الجواب: أوحى الله إليها أن تضعه في التابوت وتلقيه في النيل. من القائل عندما وجدوا موسى في النيل: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ الجواب: امرأة فرعون. ما معنى اسم موسى؟ الجواب: المنتشل من الماء. أين نشأ سيدنا موسى وكبر؟ الجواب: في قصر فرعون. أين ذهب سيدنا موسى عندما خرج من مصر؟ الجواب: إلى مدين. كم سنة ظل سيدنا موسى عليه السلام في مدين؟ الجواب: 10 سنوات. أين كلم الله نبيه موسى عليه السلام؟ الجواب: في جبل الطور. إلى من أرسل الله موسى عليه السلام؟ الجواب: إلى بني إسرائيل. شكرا لكم على المشاهدة والاستفادة. لا تنسوا دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة.